متابعي قناة شوف تيفي، دائما انتم معنا من امام بيت السيدة اللي توفات يوم امس هنا بمكناس بحي سباتة، وبالضبط بابن محمد عند صاحب عند محل اللي بيع الاثواب. فمن بعد ما تلاقينا بالوالدة ديالها واللي كشفت لنا على انه السيدة او الفقيدة الله يرحمها ويوسع لها ضيقات القبور كانت كتعاني من مرض يعني الاعصاب، وكانت كيجيوها دي كريز يعني، وكانت كطيح وكما كنقولوا كطيح وكيوقع لها دي كريز، وكيجيبوها الناس كيردوها حتى للبيت، لانه كما قالت لنا الام ديالها فالبيت يعني الحي كامل كيعرف الحاله ديال 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 السيده اللي الزوجه اللي توفات حيد بابا الله يرضي عليك. الناس كانوا عارفين الوضعيه ديالها، عارفين يعني ديما كيوقفوا معاها وكيجيبوها حتى لدارهم، لكن هذه المره هذه فالقضاء ويعني القضاء والقدر كان اقوى وكان ارحم. الاخوان في اثناء راه كتصب يعني امطار الخير، وما غنقولش لكم كيفاش غناخذوا هذا اللايف هذا، وغادي نبقاو الان مع الاخ ديال الزوج يعني لوسها، اللوس ديال السيده اللي توفات. البركه في راسكم اسيدي، وعزانا وعزاكم يعني واحد يعني وفاه هذه السيده انا حسيت بها كاخت ديالنا، يعني لانه شفنا الحب ديال الناس وشفنا يعني ما يحبك العبد تيحبك الله كما كنقولوا. شنو ممكن تقول لنا على هذه الوفاه والناس باقيين يعني مضرين وباقيين مصدومين؟ هي راه محبوبه للجميع، كلشي كيبغيها في الحومه، كلشي العائله ديالنا ولا كلشي، راه هادشي راه صعيب علينا حنا. صعيب علينا بزاف. كلم لي ديك السيده بابا، شوف كلم لي ديك السيده راهي مو تزيد خضر. كلم كمل خويا كملنا. ايوا اش بالك واحد دقيقه، واحد دقيقه بركه في راسكم اخويا. بعدا والزوج ديالها قلت لنا انه كان خدام مسكين ماشي خدام خدام وعيط له الليل عاد جا الصباح. اجي معنا. السلام عليكم. واخا عطيها الميكرو عافاك. هذه انت من العائله ديال المهم ديالنا عائلتكم ديال الحومه كامله ديال الدرب. هذا الشيء اللي سمعناه من الناس كاملين وكنشوفو كتبكي، ويعني انت تاثرتي يعني كانت فينا وديالنا وما كتوصل حد ودرويشه، والله يرحمها ويعطي الصبر للوالده ديالها. الله يرحمها ويسع سيدي ربي، راه الدنيا ماشي ديال اللعيب، الله يرحمها ونعمها يا سيدي ربي. المسكينه البارح حتى توفات حيد بابا الله يرضي عليها. توفات البارح مشات شرات البورطابل ومشات شافت غير واحد البيجامه عند داك السيد، مشات قالت غير شري البيجامه عند داك السيد معاه كان تطيح بالكريز. قالت لي انا جات غير زياره عند مهمتها يعني غادي جاي غير تشوف الوالده ديالها سعداتها. مشات غير تشوف الوالده ديالها وقالت لها لي هذا النهار نتعشى عندك الوالده ونبات عندك وصافي ونمشي لداري نسيقى ونعاودش نرجع. سبحان الله. وعلى رقبتي المهم بقات فينا والله يرحمها ونعمها عند سيدي ربي. الدنيا راه ديال العالم كامل، راه شويه عباد الله كاملين، وخا بنادم تيدير فيها العيب ولا هذا ما كتحافي حتى واحد، ما عمرها دار شي عيب مع شي حد نهائيا، وامها درويشه عائلتها كلها درويشه. وسمعنا ان الناس زعما كيقولوا انه كلشي كان عارف الحاله ديالها وعارف انها مريضه كطيح كيجيبوها يعني ما كاينش المشكل. لا ما عندها حتى شي اعداء، ما عندهاش الاعداء. وهادشي اللي تبين من خلال يعني حتى التقرير ديال السلطات الامنيه وحتى يعني التقرير ديال التشريح الطبي، فبين انها توفات بسبب يعني عادي ما كاين حتى شي حاجه. ما حقاش ماشي ديال العيب، ماشي ديال العيب اولدي، الله يرحمها الله يرحمها مسكينه ويوسع لها ضيقات القبور. هذا الناس حتى الناس هنا راه كيتفاعلوا معنا وكيكتبوا في لي ميساج كيقول لكم الله يرحمها والله يعطيكم الصبر الله يصبركم. المغاربه كاملين كيعزيوكم في وفاه ديال هذه السيده. شوف ربي سبحانه وتعالى بغى ان الناس كاملين يعرفوها انها يعني ويوقفوا في هذا العزو ديالها. سبحان الله، راه ما يبغيك الله ما يبغيك العبد حتى يبغيك الله سبحانه وتعالى. هذه حكمه ديال الله فهاد. الله يرحمها ونعمها عند الله ويعاوننا حتى حنا على النهار ديالنا. نعم الله يصبركم حتى نتوما يا اجي اخويا اجي عبد العالي. العائله ديال السيد الله يرحمها. تفضل اخويا عبد العالي، خذ الميكرو خذ. السلام عليكم. تحيه للسي عبد العالي. السلام عليكم. البركه في راسكم اخويا اولا، والله يجعل محبه دنيا صبر. السيده هذه جات الموت على قبل مسكينه، دريويشه راه ثلاثه هو دريويش بنت الناس راه مسكينه، واخد جوج العيالات المره الثالثه تموت له، ما عرفناش هو السيده منين جاي كاع. كانت غادا في فرنسا حراوه طاحت في التقيه ديك الكشكوشه، ما عرفتش فيها فير مورات دابا تنتسناو الطبيب، النتيجه ديال الطبيب يقولوا لنا شنو كاين، هادشي راه باقي غامض. ما قلنا سمعنا التقرير الطبي انه كل شيء يعني كانت بسبب كريز. مازال ما جبنا مازال ما قلنا حتى شي حاجه، ما كاين لا ورقه لا والو. شوفوا جيو لنا الورقه ديك الساعه نشوفوا التقرير الطبي شنو يقول لنا. كانت واقفه تكشكشات. كانت غادا صحه سلامه عندهم شي ضياف
تتسخر انت تحت السكينه في الراس حراوه ما عرفناش مالها كاع، خرجت كتكوشه في ما بقات فركل وناس فقراء مقوده عليهم في حال الحال الله ولا اله الا الله خويا والسلام الله يرحمها خويا والبركه في راسكم والبركه في راسكم. شكرا سمح لي خبط خويا هذا. شكرا شكرا لكل متتبعي قناه شوف تي في كما سمعتوا من عندنا الان من هنا في الحي ديال خليك معايا واحد احنا دائما هنا من الحي ديال من امام المسكن ديال البيت ديال السيده اللي توفات الله يرحمها والله يزيد اهلها الصبر والسلوان. فكنتمناو انه كما سمعتوا من احد الاقارب ديالها هذه كانت ارتسامات ديال العائله ديالها ومن المقربين من عائله من 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 دنيا الله يرحمها. فعزائنا لاهلها وعزائنا للزوج ديالها وعزائنا لكل الساكنه وكل الناس اللي كيعرفوا هاد السيده هذه واللي كيعرفوا دنيا. فالبركه في راسكم والله يجعل محبتها صبر. انا لله وانا اليه راجعون. كانت معكم تشوف تي في من امام مسكن اهل دنيا فقيده الله يرحمها. يعني انا الكلمات عزاز صراحه لانه كما قال الاخوان فهاد السيده حرقاتنا على قلبنا. فانا لله وانا اليه راجعون. متتبعي قناه شوف تي في غادي نخليكم الان وبعد قليل غادي نشوفكم في بث مباشر اخر مع وصول جثمان ديال الفقيده الله يرحمها.